الاكثر بالنسبه لك، مش الاحتجاجيه الاولى هذه. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي تأتيكم من قناة المغاربية في لندن. نفذ مجموعة من الفلاحين وقفة احتجاجية تحت شعار يوم الغضب، وذلك أمام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة، على خلفية ما اعتبروه الوضع المتردي أو اعتبروه وضعا مترديا للقطاع الفلاحي. وقد طالب رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار الجهات المعنية التدخل لإنقاذ القطاع الذي يعاني نتيجة الكوارث الطبيعية والسياسات الخاطئة والتهميش من قبل السلطة حسب تعبيره. وقد تفاوض الفلاحون المشاركون في تحرك يوم الغضب أمام مقر اتحاد الفلاحين بالعاصمة، تفاوضوا مع أعوان الأمن لتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة باتجاه مقر وزارة الفلاحة لرفع مطالبهم المتعلقة أساسا بجدولة ديون الفلاحين ومقاومة الصيد العشوائي وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. يشار إلى أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد أصدر بيانا الشهر الماضي دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية كبرى تكون بمثابة يوم غضب الفلاح للتعبير عن الوضع المأساوي الذي بلغته الفلاحة ودق ناقوس الخطر حول المصير المجهول الذي يتهدد هذا القطاع الحيوي. نتابع هذا التقرير ثم نعود لبداية النقاش. واحد من مجموعة من الفلاحين نظم اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقفة احتجاجية تعبيرا عن غضب الفلاحين. فيصل التبيني النائب البرلماني عن حزب صوت الفلاحين شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، وقال إن الأمن تعرض للمحتجين بالعنف الشديد، وأكد أن القوات الأمنية التي تصدت للفلاحين بالقوة لو أرسلت إلى جبل الشعامبي لنظفته في ربع ساعة. وتعرض رئيس اتحاد الفلاحين إلى الاعتداء الشديد من قبل قوة الأمن أمام مقر الاتحاد عندما قرر الفلاحون المحتجون التوجه إلى مقر وزارة الفلاحة. المحتجون استنكروا بشدة هذه الاعتداءات بحق الفلاحين، وقالوا إنهم يشكلون مثل رجال الأمن قطاعا أساسيا في الدفاع عن الأمن القومي في جانب الغذاء والاقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب الأمني. وكان الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري قد أعلن عن يوم غضب احتجاجنا على أوضاع الفلاحين، وطرح جملة من المطالب للنهوض بالفلاحة ومعالجة مشاكل الفلاحين المتراكمة. وكان رئيس الاتحاد قد أطلق صيحة فزع مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ القطاع الفلاحي الذي عانى نتيجة الكوارث الطبيعية والسياسات الخاطئة والفاشلة والتهميش من قبل السلطات حسب تعبيره. وعندما حاول المشاركون في يوم الغضب الانتقال إلى اعتصام أمام مبنى وزارة الفلاحة ورفع المطالب إلى الوزير، منعتهم قوة الأمن بالقوة واعتدت عليهم بالعنف الشديد رغم أن تحركاتهم كانت سلمية. وتتعلق مطالب الفلاحين أساسا بجدولة الديون المتعلقة بذمتهم ومقاومة الصيد العشوائي وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. احتجاجات الفلاحين تزيد من مصاعب الحكومة التي تعاني من ارتفاع وتيرة المطالب الاجتماعية من فلاحين وعمال وموظفين ورجال تربية، زيادة على تحالف المعارضة المتسع بالطراد للوقوف في وجه مشروع المصالحة الاقتصادية. إذن مرحبا بكم من جديد، وأرحب كذلك مباشرة بانضمام الأستاذ عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري معي من تونس عبر الهاتف، كما أرحب بالأستاذ عادل الحامدي مدير مكتب قدس براس معي هنا في الأستوديو. مرحبا بك أستاذ عادل. أبدأ مع الأستاذ عبد المجيد الزار من تونس حول وقفة اليوم، يوم الغضب، البعض سماه ثورة الفلاحين، البعض استلهم حتى من ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 والتي كانت أساسا لها صلة كبيرة بموضوع الفلاحة والاهتمام بالفلاحة. ما حصل اليوم أستاذ عبد المجيد، ما هو الهدف الأساسي من ورائه؟ هو الهدف اليوم معناه يوم غضب نتاع الفلاحين، هو في الحقيقة صيحة فزع معناه أراد أن يطلقها الفلاحون معناه حول معناه المسار اللي معناها الفلاحي والقطاع الفلاحي في تونس. فبالتالي معناها اللي بالفعل احنا معناها قاعدين نعيشوا وضعية معناها فيها تدهور سريع للفلاح وكذلك انحدار رهيب للقطاع اصلا، يعني سواء كانت نتيجة معناها الجوائح الطبيعية او نتيجة من السياسات
واللي انبنيت عليها قرارات خاطئة، سواء كان نتيجة أيضا حتى بعض الأحداث كما العمليات الإرهابية اللي وقعت كما في مدينة سوسة، ولضربة القطاع السياحي، وكان انعكاس كبير ياسر على القطاع الفلاحي. هذه معناها جملة من المسائل، ما من إضافة لهذه يسمى قضايا استراتيجية كما موضوع المياه ومعناها والري، كما موضوع معناتها الخيارات يعني كما التصدير والتوريد، هذا كلها هي إشكاليات أوقعت الفلاح في وضع نفسي ومادي معناها رهيب جدا. يعني أنه الفلاح أصبح الآن يعيش مرحلة الخسارة تقريبا نقول أنا المفزعة، اللي هي معناها أدت إلى أنه احتمال أنه إما أنه يخرج عن القطاع، أو أنه معناها فعلا ممكن تكون بعض الخسارات اللي معناها تمنع على مواصلة النشاط السلاحي. هذا طيب. معناها تقريبا هي الأسباب. طيب أستاذ عبد المجيد، من شارك في وقفة اليوم؟ اللي شاركوا اليوم معناها هم الفلاح من كل القطاعات ومن كامل الجمهورية، وبالتالي معناها كان معناها هو فعلا يوم غضب الفلاحين معناتها من كل القطاعات ومن كل الجهات. معناها بالطبيعة يعني ما ننكروش معناها، وهذا معناها لابد أن نذكره بإيجابية، أنه عدد من نواب الشعب معناها في مجلس نواب الشعب اللي حضروا للمؤازرة والمساندة، هذا معناها أيضا موقف إيجابي جدا. طيب أستاذ عبد المجيد، الآن فيما يتعلق ببعض المشاكل، طبعا هذا القطاع حسب تصريحات المهتمين به يعني سواء اتحاد الفلاحين أو كذلك الفلاحون أنفسهم، يتحدثون عن مشاكل تاريخية من عهد بورقيبة إلى بن علي إلى اليوم، هناك إهمال شبه كلي. البعض بل أنت نفسك قلت أن هذا القطاع يتجه نحو الانهيار، معناها قطاع الفلاحة الذي هو يمكن أن يمثل نسبة المساهمة في الدخل الناتج القومي المحلي التونسي ربما تفوق حتى قطاع السياحة. والسنة هذه رأينا حتى منتوج زيت الزيتون النسبة الكبيرة التي ساهم بها. لماذا هذا التفويت إن صح التعبير، أو عدم الاهتمام بهذا القطاع الفلاحي على حساب الاهتمام الذي رأيناه بالقطاع السياحي؟ معنا هو هذا خيارات، وهذا اللي احنا نعتبره أن البلاد معناها لا زالت معناها تتجه في خيارات خاطئة، وهذا اللي أشرنا إليه بأنه في سياسات معناها لابد الآن من مراجعتها. وقلنا أنه أيضا الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري ونادي ولا يزال إلى ضرورة معناها حوار وطني لمراجعة السياسات الفلاحية وإرساء خيارات فعلا تنهض بالبلاد وبالاقتصاد معناها طبعا، وتضع الفلاحة موقعها الطبيعي في اقتصاد بلادنا، لأنه بالفعل الفلاحة هي العمود الفقري، هي الركيزة الأساسية للاقتصاد. ولكن للأسف معناها ما نقاوش هذه القناعة اللي هي عند الجميع سواء كان في الحكومة سواء كان في لكن يا أستاذ عبد المجيد، الآن عندنا 5 سنوات تقريبا عن الثورة، وهناك قطاعات أخرى كما ذكرت سالفا قطاع السياحة شهد مشاكل، سارعت الدولة مباشرة بالدفع وبالوقوف إلى جانب هذا القطاع، وهذا مطلوب دائما من الدولة. لكن القطاع الفلاحي شهد مثلا السنة الماضية كوارث طبيعية كبيرة، ولكن لم نشهد هذا التحرك وبهذه السرعة لنجدة الفلاحين. ربما البعض قال لما نقصرهم اللي عنده دين 2 مليون ربما حطوا هذا الدين عنه، أنتم طبعا أنتم مطالبكم أسعى أعلى من هذا، تبحثون عن 10 مليون إلى غير ذلك. لماذا أقصد بعد 5 سنوات؟ ربما قبل الثورة كان البعض قد يفهم هذا عدم الاهتمام بهذا القطاع، الآن حكومة ثورية، ألم تصل الثورة إلى قطاع الفلاحة بعد؟ لأنه كل اللي تعاقبوا على الحكومات بعد الثورة لم يقوموا بمعناها الدراسات أو حوارات حول الاستراتيجية، بل اللي طغى على البلاد هي المزايدات السياسية والتجاذبات السياسية والاهتمام بالسياسة واستمرار ما هو موجود في بقية القطاعات. وهذا اللي الآن آن الأوان احنا نقوله لمراجعة الخيارات، لمراجعة السياسات، لرسم استراتيجيات صح.
طيب أستاذ عبد المجيد، الأطراف اللي شاركت السياسية، الأعضاء مجلس النواب اللي شاركوا معكم اليوم أو سندوكم اليوم، من أي الاتجاهات السياسية؟ من الحكومة ومن المعارضة أم أغلبهم من المعارضة ما عدا فيصل التبيني طبعا اللي هو ممثل فلاحين في البرلمان؟ نعم، هو فيصل التبيني أيضا حزب سياسي، وهو الحزب يسمي نفسه صوت الفلاحين ولكن كحزب، وأيضا يعني بقية النواب، وما معناها أغلبهم اللي حضروا معناها من لجنة الفلاحة ولجنة المالية وأغلبهم من الائتلاف الحاكم. يعني من حضر هما من الائتلاف الحاكم ويساندون مطالب الفلاحين يعني. نعم واضح. خليك معي أستاذ عبد المجيد، سأعود إليك لمواصلة هذا النقاش والحديث حول هذه المطالب وإمكانية تحقيقها في ضوء الجو العام الذي تعيشه تونس. أعود للأستاذ عادل الحامدي مدير مكتب قدس براس في لندن معي في الاستوديو. ما تعليقك على ما كنت تسمع وهذا التحرك؟ طبعا الدعوة لتحرك اليوم عندها أكثر من شهر يعني بدأت، وبدأ اتحاد فلاحين يتحدث على أن هناك تحرك وينبه الحكومة، لكن لا من مجيب، إلى أن وصل يوم التحرك في سبتمبر وحصل اليوم. ما تعليقك على هذا الجو العام خاصة المتعلق بجانب القطاع الفلاحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سمير، شكرا لك ولمشاهدي قناة المغاربية، ودعني قبل أن أجيب عن سؤالك أن أوجه التحية، تحية الإكبار والخجل من السوريين، سوريا العروبة، من عروبة السوريين. طيب. الذين يبكون على الشواطئ وهم يموتون، تلفظهم الشواطئ في كل مكان، وعلى الحدود في الدول الأوروبية وهم يبحثون عن ملجأ آمن لهم. تحية لسوريا التي تدافع عن العرب، تدافع عن الكرامة، تدافع عن الحرية، عن التخلص من الاستبداد. سوريا الثورة، سوريا الشعب، سوريا الحرية، سوريا الكرامة، التي تريد أن تفتح مستقبلا مشرقا للعرب جميعا، وتؤكد بأنها هي الجسر نحو حرية الشعوب العربية كاملة والتأسيس لواقع عربي جديد. تحية أكبر لسوريا وللرئيس المرزوقي الذي قال وأعلنها صراحة بأنه من العار على العربي وعلى الإنسانية جميعا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء الرجال الأبطال الذين كافحوا نظاما استبداديا وكافحوا دولا تدعم الاستبداد وتقتل السوريين. هذه قبل أن تغلق القوس، ما تعلق ما إذن على فريق الصحفيين التونسيين الذين زاروا الأسبوع هذا، زاروا الحكومة السورية ودعما ومساندا لبشار؟ هم يقولون بأنهم يريدون أن يذهبوا لينقلوا صورة الواقع السوري كما يعيشون، لكنهم ذهبوا تحت راية بشار الأسد، وهي أيضا للأسف الشديد ربما نقيصة أخرى في المشهد الإعلامي وفي الثورة التونسية. هؤلاء لا أعتقد بأن لهم علاقة بالثورة التونسية ولا يمثلون. ألم يشاهدوا هذه الأطفال يعني الموتى على شواطئ أوروبا والبيوت المدمرة والقنابل الآن بالغاز؟ ألم يشاهدوا كل هذا؟ لقد شاهدوا كل ذلك. يكفي كل هذا حتى؟ لقد شاهدوا كل ذلك، وبعضهم يقول أو يريدون أن يبرروا بأن الواقع السوري مظلم وأنه داخل الظلام. طيب. لا يمكن التمييز بين الألوان. طيب. ويقولون بأنهم ذهبوا إلى سوريا ليس لدعم بشار الأسد ولكن نكاية في الدواعش، لكنهم لا يعلمون أن الدواعش هم الوجه الآخر لبشار الأسد وهم الوليد، وليد الشرعي لبشار الأسد. نعود للموضوع. أما فيما يتعلق بالفلاحين واحتجاجات الفلاحين، فلا شك أن هؤلاء هم وقود الثورة، أن هؤلاء الفلاحين الذين انطلقت شارات ثورتهم من سيدي بوزيد، من 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 هذه الولاية الفلاحية التي تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في الفلاحة التونسية، التي تشكل عمودا أساسيا من أعمدة الاقتصاد. لا شك أن الفلاحة هذه تعرضت إلى مظلمة كبيرة، ليس منذ 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 قدوم الثورة، وإنما منذ الحكومات السابقة. فقد ركزت الحكومات والسياسات المعتمدة، ركزت على اعتبار قطاعات أخرى وعلى إيلاء الأهمية لقطاعات أخرى على حساب قطاع الفلاحة. وللأسف الشديد تم ازدراء الفلاحة حتى في وسائل الإعلام وحتى في البرامج التعليمية، تم ازدراء الفلاحة واعتبارها قطاعا مهمشا وقطاعا للجهلة وأيضا للفاشلين في المدارس التعليمية، وأنها القطاع الفلاحي لا يلجأ إليه إلا المنهزمون في متابعة دراساتهم التعليمية. لكن تأكد بالدليل الملموس أن الفلاحة كان بإمكانها أن تمثل قطاعا حيويا حساسا في دعم الاقتصاد التونسي، بالنظر إلى ما تمتلكه تونس من مساحات واسعة للفلاحة وأيضا من إمكانيات
ضخمة وأيضا حتى من طاقات بشرية يمكن أن تساهم في هذا المجال. للأسف الشديد الخيارات السياسية التي تبعت وأيضا العلاقات الاقتصادية لتونس مع دول الاتحاد الأوروبي تحديدا والاتفاقيات المتبادلة وتحرير بعض السلع التجارية حرم السوق التونسية وحتى القطاع الفلاحي من المنافسة، ولم يمتلك الأدوات التي تجعله قادر على منافسة السلع المستوردة. ولذلك شكلت السياسات ولا سيما العلاقات التونسية مع الدول الأجنبية شكلت أحد أهم العوائق أمام الفلاحة واهتمام الفلاحة، وأيضا موقع الفلاحة ضمن البرامج التنموية وضمن البرامج الاقتصادية كان مهمشا. لم تستطع حتى النخب الثورية التي جاءت بعد سقوط وهروب بن علي لم تستطع أن تعيد النظر في مثل هذه السياسات وفي علاقات الفلاحة بالاقتصاد وأيضا في علاقة تونس بأصدقائها الأوروبيين تحديدا وفرنسا. وعلى فكرة عادل تحرك اليوم الفلاحة. تحرك اليوم على لسان حتى أستاذ عبد المجيد الزار أنه ليس في أي تحت أي لافتة سياسية، وليس تحركا سياسيا، هو تحركا مطلبيا من أجل دفع الحكومة والمعنيين بالأمر إلى الاهتمام بهذا القطاع. دعني أعود الآن أو أذهب إلى تونس لأرحب بالأستاذ جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي والصناعي معي من تونس. أستاذ عبد الأستاذ جمال الدين، موضوعنا كما تعلم حول تحرك اليوم الذي أعاد إلى الواجهة الحديث عن قيمة الفلاحة، قيمة المساهمة الفلاحية في الاقتصاد التونسي بصفة عامة، والتي البعض الخبراء وربما أنت قد توافق حتى على هذا الرأي أنها قد تساهم أكثر بكثير من قطاع السياحي. برغم كل هذا ليس هناك أي اهتمام لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، خاصة وأن هذا القطاع لو وقع الاهتمام به قليلا كما يقول الخبراء سيساهم مساهمة كبيرة، وربما منتوج زيت الزيتون هذه السنة خير دليل على ذلك. ما تعليقك على هذا الرأي؟ شكرا على الاستضافة والرحب بضيفك الكريم. رغم اختلافي معه في بعض الآراء، الحقيقة قطاع الفلاحة لا توجد في التاريخ بلاد معناها قامت بنهضة اقتصادية كبرى إذا ما انطلقتش من القطاع الفلاحي اللي هو يكون الركيزة الأساسية لخلق القيمة المضافة الكبرى اللي هي باش تنطلق معناها في المرحلة اللي بعدها إلى صناعة ثم إلى خدمات إلى غير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة. في إسبانيا مثلا الفلاحة كانت معناها الانطلاقة الكبرى التي أدت إلى ازدهار إسبانيا صناعيا وخدماتيا بعد ذلك بما فيها السياحة بعد ذلك، وهي التي مولت الصناعة في إسبانيا، والأمثلة في ذلك كثيرة وعديدة جدا وخاصة في البلدان الأوروبية. اليوم عندما نتكلم على سويسرا اللي الناس كل تعرف أن سويسرا هو بلد البنوك والمصارف والمال إلى غير ذلك، ولكن لو نتعمق كثيرا فيما تفعله في الفلاحة تجد سويسرا من أكبر الدول المتقدمة فلاحيا في الإنتاج الألبان والأجبان والشوكولاتة واللحوم البقر إلى غير ذلك، وهي من أكبر البلدان المتقدمة رغم اللي هي ما تمثل كان تقريبا ربع على المساحة بتاعتهم. لذلك معناها القطاع الفلاحي في تونس هو قطاع مهمش إلى أقصى درجة، هو قطاع لم يعتنى به. التجربة الوحيدة اللي هي كانت في الستينات اللي هي ربما كانت أرضية معينة، ما حدث في تلك المدة معناها هل كان تشويه أو غير تشويه، ولكن كان فيه بناء على الأقل في تأميم الأراضي الفلاحية اللي كانت في الاستعمار، ثم أصبحت مهيكلة في قطاعات معناها تعددية إنتاج، وأصبح فيها العامل يشتغل معناها العامل الفلاحي يشتغل سنوي معناها كامل السنة وبطريقة معناها مصرح بها ويتمتع بكل حقوق الاجتماعية. هذا كل من يتحدث على الستينات مثلا لا يتجرأ باش يتكلم على هالامتيازات اللي كانت تعطيها عندها الفلاح في تونس، وهي أراضي كانت مهمشة. ثم انطلقنا خاصة في الثمانينات وفي التسعينات انطلقنا في تجارب جديدة متاع الشركات هذه يسميوها معناها إحياء الأراضي، وهي كانت تهدى معناها أراضي فلاحية خصبة تهدى إلى المقربين من النظام وإلى رموز الفساد بجميع أنواعهم ليقيموا فيها ولائم في أواخر الأسبوع ولا في بعض المواسم،
ولم يعتنوا بها معناها بتاتا. اليوم أخي الكريم الفلاحة هي 10% من الناتج الإجمالي الداخلي في تونس، وهي تستهلك وبالمقارنة قطاع السياحة ما يأمن كان تقريبا ما بين 4.8 إلى 5.5 فقط ولا أكثر. هذا حينما يكون هذا لما يكون في عز إنتاجه، يعني هذا في عز إنتاجه وصل 5.5 وهم يقولون 7.5 وهذا غير صحيح، والأدلة والأرقام موجودة في المعهد الوطني للإحصاء ويطلع عليها كل معناها شخص يحب يثبت من هالمعلومات هذه. ولكن الأخطر من هذا كله أن قطاع السياحة الذي لا يؤمن إلا نصف القيمة المضافة في الناتج الخام الإجمالي يستهلك الضعف نتاع القروض اللي توزع. وتم أمور أخطر من هذا، أن أغلبية القروض الموزعة في قطاع السياحة هي قروض طويلة المدى توصل إلى 15 سنة و 12 سنة و 15 سنة وأكثر، بينما في الفلاحة أغلبيتها معناها تقريب ثلثية متاعها هي قروض موسمية، يعني فات الموسم لابد على الفلاح أن يسترجع وإن لم يسترجع. طيب يا أستاذ جمال الدين، لماذا هذا السؤال هو الآن، لماذا هذا الاهتمام بقطاع السياحة وصرف كل هذه المبالغ وآخرها أنت تعرف التعويضات الآن اللي حصلت بعد أزمة حادثة سوسة في قطاع يوفر أقل من قطاع الفلاحة والذي يعاني من مشاكل تاريخية حتى؟ أخي الكريم من السبعينات وأنا من جيل معناها السبعينات والثمانينات، من السبعينات وكل المختصين في الاقتصاد يقولون بمعنى بصوت عالي أن قطاع السياحة هو قطاع حساس إلى أقصى درجة. ولو كان عندكم شوية وقت، يعني أنا نعطيكم مثال حي، أنه في بداية السبعينات كان هناك وكالة كبرى لتسويق السياحة التونسية في ألمانيا يمتلكها نيكرمان وهو يهودي معناها الديانة ومعروف، انطلق مع تونس بأسعار معينة. بعد 3 سنوات في تونس شعروا أنهم قادرين باش يسوقوا يعني المنتوج متاعهم من غير ما يمروا عليه لأنه كان السعر يعني ضعيف. فألغاوا العقد مع نيكرمان. بعد تقريب أسبوع يخرج خبر في أكبر جرائد الألمانية يقول تونس فيها كوليرا. يعني الحجوزات كلها ألغيت في ظرف 3 أو 4 أيام. بعدين فهموا اللي راهو المساله جات من الجانب اللي قام بها عرفوه شكون هو نيكرمان. رجعوا له يتوسلوا فيه بارخص من الثمن اللي كان الشيخ بيه في السابق. وما يجيش اسبوع ما بعدين، وهذا التاريخ موجوده وموثقه، بعد اسبوع نيكرمان ينزل الى المطار في تونس ويقول انا في تونس نيكرمان ولا يوجد كوليرا في تونس. وهذا صارت يعني تاريخيا، لو خيانه امه معناها معناها تراقب وتقرا وتتبع وتثقب. لا طيب أستاذ جمال، الدين، هذا حصل قبل الآن 5 سنوات من الثورة ونفس التعامل مع تقريبا، يعني حتى لا نظلم، لكن تقريبا نفس التعامل مع القطاع الفلاحي، إهمال يعني أو شبه إهمال. أخي الكريم منذ الثورة إلى يومنا هذا لم يقع أي تقييم لا في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي نهب البلاد، ولا في مسيرة الفلاحية، ولا في أي قطاع، ولا في نقاشات حول استراتيجية معناها التنمية في تونس المستقبلية. نتحدث على منوال التنمية، اللي صار هو التفاف على كل ما قام به الشعب التونسي بمسألة الجيويت، هذه المجموعة 8 ودوفيل، ووعود كاذبة لاحتواء انتفاضة وغضب شعب، وتم الاحتواء هذا ثم انطلقوا نحو مديونية وتعيش البلاد يعني بالمديونية، تستهلك بالمديونية. اليوم يعني تحدثوا على الفلاحة، الفلاحة ربما احنا ينتجوا مثلا الغلال ثم معناها يمكن ثلثيها اللي معناها يرمى به في سلة المهملات، لأنه ما عندهمش يعني كيف يطوروا هذا صناعية في صناعات غذائية. واليوم احنا نورده تدخل معناها للفضائيات التجارية، تلقى معناها المشروبات المستوردة منين، من المجر ومن ألمانيا ومن تركيا. طيب سيد جمال الدين خليك معي لو سمحت، سأعود إليك، أعود للأستاذ عبد المجيد الزهر. أستاذ عبد المجيد، ما هي أهم المطالب التي رفعت اليوم، وما هي المطالب فعلا؟ هي مطالب كثيرة يعني موجودة، لكن ما هو الممكن تحققه وبعجالة، يعني المطالب المستعجلة قبل بداية الخريف والشتاء حتى؟
نعم، يعني احنا بالنسبة للمطالب يعني هي انواع فعلا، ولكن ثم مطالب الان معناتها اللي هي مستعجلة، يعني كما موضوع المديونية الان، لانه منا بالفعل الفلاح يعني غرق في المديونية، يعني مع البنوك او مع المزودين، واللي هو خرج. طيب لماذا غرق الفلاح في المديونية أستاذ عبد المجيد؟ غرق لأنه من يتحمل مسؤولية الكوارث الطبيعية لوحده، لأنه من هو تحمل مسؤولية القرارات الخاطئة من بمنع التصدير لوحده، وهو تحمل أيضا قرارات الخاطئة بالتوريد العشوائي لوحده، هو يتحمل نتائج أيضا التهريب، معناها التوريد الغير مقنن، أنا نقول مش تهريب لأنه موجود في الأسواق علنا لوحده، لأنه أيضا من يتحمل نتائج الضربة الإرهابية لوحده. كم تبلغ قيمة المديونية الفلاحية أستاذ عبد المجيد؟ القيمة المديونية الفلاحية في القطاع ككل هي 1200 مليار. معناها 1200، ولكن معناها لو أنه نقارنوه بالقطاع السياحي نقوا أقل بكثير، معناها هذا اللي احنا الآن معناها فعلا، وهذا وقت اللي نقول أنا معناها حجم المديونية، لكن خليني نعطيك أنا رقم آخر معاه، وقت اللي نقوله أنه 10,000 دينار، وتعرف 10,000 دينار يعني ما يمكنش يكون مبلغ متاع استثمار، إنما هو ممكن تكون معناتها قروض موسمية. نعم. يمكن أنها تلم حوالي 80% أو 90,000 فلاح ممكن أنه يعفى من يعني حجم المديونية بتاعهم هي أقل من 10,000 دينار. ولذلك أنتم يعني مطالبكم هي التنازل عن كل دين قيمته. نعم. 10 ملايين. نعم. يعني. نعم. لأنه الآن احنا نعانيو إشكاليات أخرى، معناها واللي هي من جملة الإشكاليات وهي الإشكاليات العقارية، واللي تمنع معناها أو تتصدى أو أنها تمنع الفلاح من أنه يكون عنده إمكانية في التمويل البنكي، وبالتالي باش تعرف بعض الأرقام أنه 7% فقط من الفلاحين عندهم إمكانية التمويل البنكي، لكن الـ7% هذه زاد منهم الناس المديونة للبنوك عن مدانة للبنوك، وبالتالي يعني أنا ما اتقش روحها ما عندها إمكانية التمويل، وبالتالي ممكن نسبة الفلاحة اللي لهم إمكانية التمويل البنكي هي ما تتجاوزش 4%. طيب الأراضي الفلاحية الدولية يعني وضعيتها الآن أستاذ عبد المجيد؟ هي وضعيتها كما كان يقول الأخ الكريم اللي سبقني، معناها هي أسندت في الفترات السابقة بالمحاباة وللمقربين، ولكن هي في بعض منها معناها اللي معناها وقع فيها إسقاط حق، هي الآن زاد أيضا مرة أخرى هي مهملة. طيب لما أسندت يا سعد مجيد هذه الأراضي الفلاحية الدولية التابعة الدولة ملك الدولة يعني التي أسندت بالمحاباة، ماذا أنشئ فيها؟ مشروع فلاحي مثمر أو أشياء أخرى يعني؟ كل معناها ما هيش بنفس الشكل، يعني ثم اللي معناها أنشأ فيها فلاحة وعمل فيها فلاحة، ثم اللي بقيت هكذا متلفة بور، اليوم نسمع فيه أخبار، يعني هي ما هيش يعني البعض يحكي على أن هناك حوالي 500,000 هكتار أراضي دولية فلاحية، صحيح هذا الرقم؟ نعم نعم. كم نعم أسند منها بالمحاباة من 500,000 هكتار؟ يعني هي ثم تقريبا يعني الأراضي اللي تحت معناتها ملك أو تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية، ولكن الباقي كله هي بالمحاباة، لأنه ما كان حتى حد يمكن أنه ياخذ أرض من الدولة إن لم يكن من المقربين. طيب أستاذ عبد المجيد أختم معك بهذا السؤال المتعلق بطلبكم أنتم كذلك فتح حوار وطني من أجل إرساء استراتيجية تتعلق بالفلاحة في تونس، إلى حد الآن هذا الطلب يعني ليس له رد لا من السلطات المعنية ولا من أي جهة أخرى، لماذا هذا التأجيل؟ هل أنه الوضع فعلا أمور كثيرة مختلطة ويريدون إن صح التعبير ترتيب أولويات، أم أن هناك تجاهل لهذا القطاع وعدم إصرار على حل هذه مشاكله يعني؟ أنا أقدر أن هنالك تجاهل وعدم اعتبار للقطاع ككل، وبالتالي معناها هو أنه الطلب الصحيح معناها
ممكن تفاعل معه الكل، معناها نقول معناها سواء كانت رئاسة الجمهورية أو معناها البرلمان أو معناها رئاسة الحكومة، معناها تفاعلوا معه إيجابا معناها كتبني وكذلك وزارة السلاحة. طيب. ولكن على مستوى عملي على مستوى فعلي وهذا الأهم يعني. لا شيء ولا حرك. طيب ولا أستاذ عبد المجيد أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري كنت معي من تونس. أستاذ عادل حامدي، يعني ما تعليقك على ما كنت أسمع؟ يعني أن هناك فعلا سياسة تجاهل تجاه هذا القطاع، هناك تبني، هناك شكر لهذه الفكرة، هناك تثمين لهذه الفكرة ولهذا المشروع، حوار استراتيجي حول الفلاحة، ولكن على الأرض ليس هناك أي رد حر. يعني كنت أتمنى أن يكون الأستاذ عبد المجيد الزار لا يزال على الخط حتى يقول لنا يعني بعد هذه الانتقادات اللاذعة التي وجهها، من هي الأطراف المسؤولة عن هذا الموضوع، لا سيما وأنه تعاقبت على الحكومات المتتالية. يعني حركات ثورية، وزير الفلاحة الذي كان في حكومة الترويكا كان من حركة النهضة، من الإسلاميين، من الثوريين. بالتالي نحن على من نلقي باللائمة؟ لماذا لم يتم كشف كل هذه الملفات إلى الشعب التونسي بحيث يكون الشعب التونسي على بينة؟ المشكلة أخي سمير أن الأمر ربما قد يتعقد وقد يصبح أزمة ثقة، ليس فقط أزمة ثقة بين الفلاحين والحكومة، لا، وإنما هو أزمة ثقة بين الشعب التونسي الذي يعتمد أساسا غالبيته يعتمدون على الفلاحة وعلى هذا القطاع البدائي الذي كما قال ضيفك من تونس أنه يوفر، هو ليس بينما أكثر من 10% ربما بحدود 12% من الاقتصاد الوطني، وأن هناك محافظات بالكامل تتأسس اقتصاد وربما حتى معيشتها على الفلاحة كما هو في الوسط والجنوب في بداية من القيروان، وأنت وأيضا حتى الشمال الغربي كلها على الفلاحة في الكاف، أراضي فلاحية هناك، أراضي فلاحية كلها هناك. فعندما نتحدث عن إهمال هذا القطاع علينا أن نضعه في إطار في إطاره العام، بمعنى أن الحكومات المتتالية والأطراف السياسية لم تكن صاحبة رؤية، وأن تلك الشعارات التي كنا نسمع عنها سابقا نأكل مما نزرع ونصنع مما نصنع إنما هي شعارات جوفاء، وأن الذي يحدد السياسات الاقتصادية في بلدينا ليست هي القوى الوطنية، وإنما هي علاقات هذه الدول وهذه القوى السياسية بالمنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية الدولية. والحديث الذي ذكره أيضا ضيفك من تونس حول السياحة في سبعينات القرن الماضي وكيف تدخل شخص من ألمانيا، ولأن هناك عقود ربما كان قد تم إلغاؤها ثم بعد ذلك تم التراجع عن هذا، لماذا إذا كان الأمر كذلك، أي يعني هذه الطاقات وهذا الأخ الذي يتحدث معك من تونس وهو أحد الخبراء وله من الأرقام، نعم أستاذ جمال الدين العوديدي، يعني أين هي هذه الأصوات وهذه المعلومات؟ لماذا غابت؟ من هي الأطراف التي غيبت هذه الأصوات وتغيب قطاع الفلاحة لمصلحة من؟ طيب. لنكون واضحين ونكون صرحاء، لا اسمحني أخي سمير، طيب. لنكون صرحاء وواضحين، نحن نتحدث في واقع الآن، واقع مبني على الشفافية وعلى الصراحة وعلى والإعلام الآن أصبح صريحا وشفافا، والثورة ربما كشفت كل الأسماء، فلماذا تقف عاجزة على تبيان حقيقة الوضع الفلاحي؟ ومن هي الأطراف التي تعيق الاهتمام بالوضع الفلاحي لصالح قطاعات أخرى ولحساب من؟ لماذا تحجز النخبة السياسية بإسلاميها بقوميها بليبراليها بيساريها؟ لماذا يعجزون عن تشخيص الداء وإبراز هذا للعالم كله؟ لماذا يترك الفلاح اليوم رهينا لقانون الطوارئ بحيث عندما يتظاهر يطبق عليه قانون الطوارئ، وأن هذه التجمعات ممنوعة بالقانون، وأن الأمن يمكن أن يضطر إلى تفريق التظاهرات والاعتصامات بالقوة وحتى يضرب رئيس اتحاد الفلاحين كما الذي حصل لعبد المجيد الزار اليوم؟ بالتالي يعني نحن الواقع الآن ربما تغير، نحتاج الثورة التونسية وربما الشعارات الكبرى مثل هذه وإعادة الحياة والاهتمام للفلاحة، طيب. يحتاج إلى مغامرة ويحتاج إلى تحمل تكاليف هذه المغامرة. انظر إلى السوريين كيف يدفعون ثمن الحرية، فلماذا التونسيين تراجعوا عن ثورتهم؟ لأنهم خافوا أو جبنوا من أن رأس المال قد يذهب. في قراءتك أنت تراجع على الثورة، البعض يعتبرها ثورة ما زالت متواصلة لكن بشكل آخر. ورحب الآن بانضمام الأستاذ عادل السالمي الخبير في البيئة
وكذلك المستشار السابق للرئيس منصف المرزوقي. أستاذ عادل مرحبا بك. حديثنا حول الوضع الفلاحي في تونس، وضع قطاع الفلاحة في تونس. الكثير المهتم بهذا القطاع يقول أنه وضع تعيس، بل عبد المجيد الزهر يقول أنه يسير نحو الهاوية وأن إنقاذه واجب وطني. لماذا وصل القطاع الفلاحي في تونس إلى هذا الواقع يعني؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا. أولا الوضع الفلاحي في تونس هو وضع حتى نرسم المشهد يعاني من عدة مشاكل وعدة تحديات كبرى يواجهها القطاع. أولا قطاع فما أكثر من 60% من معناها أكثر من 43% من الفلاحين وهما أكثر من 60 سنة يعاني من الأمية، فيه ضعف في تشتت الملكية العقارية وإهمال للأراضي في العديد من الجهات. اليوم أكثر من 5 مليون هكتار قابلة للزراعة مهملة. هناك ضعف في الانتاجية، ضعف في الانتاجية. ناخذ قطاع الحبوب ينتج 13 قنطار فقط، اللي في بلدان أخرى ونقارن مع البلدان المغاربية والعربية الضعف. يعاني من مشكلة التمويل والمديونية، ثم مشكلة مديونية كبيرة. ثم القطاع ما يخصه من التمويل ومن الاستثمار، البنوك تخصص فقط 7% للفلاح مقابل قطاعات أخرى كيف السياحة ولا قطاع الصناعة اللي ياخذ نسب تفوت 30% و40%. ثم وهو أقل قيمة، وهو أقل قيمة من القطاع الفلاحي. أقل قيمة للقطاع الفلاحي ياخذ فقط 7%. تونس كانت الحدود معناها 74 بلد يعاني من فائض غذائي، اللي توا دخلنا في مرحلة عاجز هيكلي في الأمن الغذائي. إذا المشهد من ناحية فما ملكية مفتة، فما مشاكل نتاع مديونية، فما شيخوخة في القطاع. طيب. فما ما فما السياسة شاملة تراهن على القطاع. الموارد الأساسية اللي يعتمد عليها القطاع الفلاحي الماء، فما مزاحمة كبيرة بين الماء الذهب للمدن، الماء ماشي للقطاع الفلاحي، الماء ماشي للقطاع السياحي، ثم الصناعة. إذا القطاع تقريبا غائب على الدورة الاقتصادية بنسبة 90%. الفلاحة معناها غايبة كليا، ومساهمتها رغم أن قطاع مشغل مهم، معناها مساهمتها في الاقتصاد ما تتجاوزش 9%. نعم. خليك معي أستاذ عادل، سأعود إليك. دكتور أستاذ جمال الدين العويديدي، استمعت الدكتور عادل السالمي يتحدث على أنه من ضمن المشاكل هو الشيخوخة، يعني الناس الكبار في السن أكثر من 60% عمرهم تجاوزت 60، وليس هناك اهتمام بالفلاحة، اهتمام بالأرض من قبل الشباب المتعلم. هو أشار إلى أنه هؤلاء الفلاحون معظمهم أميون أو مستواهم يعني ضعيف جدا التعليمي. يعني لماذا الشباب في تونس المتعلم الآن، أبناء هؤلاء الفلاحين، لماذا لم يهتموا هم كذلك بهذا القطاع؟ هذه مشكلة أخرى طبعا تضاف إلى المشاكل التي ذكرناها يعني. شكرا. والله في الحقيقة يعني أنا لا أشاطر هذا الرأي، يعني هذه جزئية، يعني جزئية عندما تتحدث على قطاع يكون يعني جاهز وله اندفاع وله طاقة وله إنتاج إلى غير ذلك، ثم تبدو فيه مثلا مسألة الشيخوخة وهي قضايا طبيعية وعادية في قطاع الفلاحة في كل العالم. الواقع الفلاحة في تونس، وأنا أقول بصدق يعني هو واقع كل القطاعات. لو تتطرقوا للقطاع الصناعة معناها باش تكتشفوا يعني وضع مهتري أكثر بكثير حتى من وضع الفلاحة أخي الكريم. لأنه الإهمال اللي صار في الصناعة هو نفس الشيء، ولذا المسألة مش مسألة قطاع واحد.
وحتى بالنسبة لقطاع السياحة كان بالإمكان أن تكون له استراتيجية لزيادة في المردودية متاعه وفي الجدوى متاعه ويكون يعني مدخوله للبلاد أكثر. شأنه شأن قطاع الفلاحة، احنا كنا نتحدث في الأسبوع الفارط مع أجانب من إيطاليا يقولون احنا ما نش فاهمين علاش الشعب التونسي والحكومة التونسية تفرط في زيت الزيتون تقريب بثلاثة دينار ولا ثلاثة دينار ونص ولا باربعة دينار للتر، وقت اللي هو يتباع من ستة إلى سبعة يورو في للتر الواحد في أوروبا. وهذه ثروة يعني تهدر، لأنه لا توجد معناها دولة، وأنا حسب رأيي يعني تساؤلاتك بكلها يمكن أن نلخصها في السؤال هذا: لا توجد دولة وطنية عندها استراتيجية واضحة لململمة الاقتصاد نتاع الوطن، والدليل أنه في تونس مع الناس وزارة اقتصاد وطني. طيب ما العمل الآن بناء على هذه المقدمات كلها؟ ما العمل الآن؟ العمل أنت شفت يعني كل قطاع يعني منفرد، هل توجد يعني حكومة أو بلاد يعني تكون وزارة الفلاحة مشاكلها غير مشخصة وتحت معناها تصرف وزير فلاحة اللي ما ثماش خطة وطنية للفلاحة وتكون مترابطة مع كل القطاعات الأخرى، لأنه ربما حاجيات الفلاحة موجودة أيضا في الصناعة لأنه تخدم بعضها القطاعات بين بعضها، وهذا مش موجود. لذلك هناك فقدان لاستراتيجية كبرى في البلاد لتنمية البلاد ولملمة البلاد، وهذا يتطلب سلطة قوية ووطنية ويكون الوازع الوطني فيها أكبر ميزة، وهذا ما يفتقد في تونس في الوقت الحاضر، وهو يفتقد وأنا أقول ربما يخطط له، لأن معناه يلغى تماما في كل البلدان العربية. أنا خلطت شوية على الأخ اللي يتكلم على سوريا على غير ذلك، اليوم سوريا أصبحت معناها يعني هدمت، معناها هل كانت سوريا قبل أحسن ولا اليوم أحسن؟ معناها السؤال الكبير من هو المنتفع من تهديم سوريا اليوم؟ هل أنه الإخوان في سوريا مثلا؟ طيب خلينا من سوريا أستاذ جمال الدين، ربما عفوا لأنه التدخلات إذا ما تكون متعادلة عنكم أيضا. طيب هو متعادلة يعني سوريا يعني اليوم معناها يؤسف له أبناءنا اليوم يترمى معناها في البحيرة في معناها يختالوا في البحار اليوم يشوفوا فيها يعني شيء مؤسف، وانا نحب اليوم معنا نعبر على الاسى الكبير اللي يشوفوا فيها انه تونسيين تو من 15 سنه يرميوا ارواحهم في البحار. نعم. واحنا عندنا طاقات فلاحيه كبرى، حتى نرجع للموضوع نتاع الفلاحه. نعم. لدينا طاقات كبرى معنا للتشغيل في الفلاحه وفي الصناعه الوطنيه لو كانت هناك حكومات وطنيه والوزع الوطني يكون قوي فيها. يعني أنت تتهم الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على الأقل أنها ليست حكومات وطنية أو تفتقد لهذا الشعور يعني؟ أنا أقول كلهم تؤتمر من طرف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بكل صراحة وبكل وضوح. وهل هناك إمكانية إن صح التعبير عدم الائتمار بهذه عدم الرضوخ عدم الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في أي دولة عربية؟ هل هذا ممكن الآن؟ سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم إذا ما يكونش هناك وعي عميق وكبير أنه هناك معنى لابد من دولة معنى إرجاع معنى دور الدول الوطنية للتحكم في ثرواتها ولتخطيط استراتيجياتها للتنمية، وبدون هذا ما يجيش حتى أي حل معناها من السماء. واضح أستاذ جمال الدين العويدي الخبير الاقتصادي والصناعي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعود لأختم كذلك مع الأستاذ عادل السالمي، ولكن قبل ذلك أذكر المشاهدين الكرام أنه منذ اللحظة يمكن التواصل معنا عبر الأرقام الهاتف اللي صارت معلومة عند البعض والتي ممكن تأخذها من الشاشة حول الموضوع وهو المتعلق بقطاع الفلاحة في تونس، هذا التهميش التاريخي والمتواصل لهذا القطاع الذي يمكن أن يقدم للاقتصاد التونسي أكثر مما تقدمه قطاعات أخرى. دكتور عادل السالمي، الحلول الآن الممكنة في ضوء هذا الوضع الذي تعيشه تونس الاقتصادي والمالي؟ قبل ما نعوم القطاع الفلاحي في خطاب ايديولوجي عام، هناك على الأقل ثم حلول ممكنة في على المدى القريب والمتوسط، منها أنه ضرورة
سياسة الحل مشاكل الملكية العقارية. طيب أستاذ دكتور عادل لو سمحت سأعود إليك مباشرة لمواصلة الحديث حول الحلول، لكن حتى لا أترك المشاهدين على الانتظار، معي مصطفى من تونس. مرحبا مصطفى. ألو. تفضل مصطفى. أهلا سيد سمير. مرحبا بك يا سيد. يعيشك يبارك فيك سيد سمير. بالله في الأخ اللي كان يتحدث الخبير الاقتصادي، ما نعرفش أنا ما خدش على البرنامج، جمال الدين العويديدي، نعم، اتناول الإشارة، معناتها عنده نوع من الاستياء من بعض المتدخلين في الشأن السوري، والاستياء نتاعه كأنه معناتها فيه معناتها نوع من الرضا على النظام السوري، ولا لا 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 ليس السوري. هذا ليس هذا، هو أراد أن يعبر عن موقفه من مشاهد الأطفال الغرقى والشباب التونسي الذي اتجه هناك، عوض أن يستثمر في بلده وفي الفلاحة يذهب يستثمر هناك في الموت. يعني حتى الملاحظه هذه مع احترامي لها كانها عديمه الموضوع، لانه الموجود في تونس ما لقاش ما يستثمر، ومما يجعل الغائب عنها ما خسر حتى شيء. علاش هذا كل يا مصطفى؟ علاش هذا كل؟ الواقع هذا شيء يخول، معناتها ما نجموش نجملوه الواقع ونعطيوه معناتها ونعطيوه حاله مخالفه معناتها للدقائق نتاعو. إيه الواقع هذا مش ممكن تغييره هذا الواقع يا مصطفى. سي سمير ما هيش بالطبوية ولا بالتفاؤل المبالغ فيه اللي عندك، الأمر هذا يكل يتطلب معناتها إرادة، وكما قال هو عنده ملاحظة بركة معناتها نتوافق فيها معاه، اللي معناتها الصحيح جميع معناتها الحكومات اللي سبقت حتى التوى من بعد الثورة جميعها تحت ضغط معناتها التوجيه معناتها الدولي وتحت ضغط مؤسساته النقدية. واضح. نعم. هذا رأي صحيح ما فيهوش نقاش، لكن إمكانية تحدي ذلك ولا إمكانية معناتها الالتفاف عليه التدريجي، هذا يتطلب وحدة وطنية ويتطلب تفاهمات من زلت شروطها غير متوفرة في الوقت الحاضر. تمام، وشكرا. شكرا لك يا مصطفى، بارك الله فيك. أحمد من إيطاليا باختصار. أحمد ماري. سلام، تفضل أحمد. أحمد وينك؟ راح يبدو أحمد. أستاذ عادل السالمي، أعود إليك دكتور عادل السالمي، تفضل واصل الحديث حول الحلول الممكنة الآن والمتاحة. أولا يلزم استثمار في الموارد البشرية عبر معناها تكوين وتحسين أداء الإدارة، وضع سياسة للتقييم للرقابة، هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم إصلاحات للمجال، مجال البحث العلمي والتكنولوجي والهندسي في مجال الفلاحة، لأنه اليوم الإرشاد الفلاحي والحيواني والتكوين المهني مشتت. هناك مجالات التكوين ولكن تحتاج إلى تعبئة وإعادة استغلالها باتجاه استراتيجية وطنية للفلاحة. الناحية الثالثة أنه اليوم ثم يلزم سياسة لإعادة مراجعة المديونية ونسبة فوائدها وجعل سياسة لتمويل النشاط الفلاحي والإنتاج الغذائي. واضح. ناحية أخرى أنه الأوضاع العقارية وظاهرة تشتت الملكية لأنه عائق أساسي تخلي أكثر 90% من الأراضي هي خارج الدورة الاقتصادية، لأن إما أراضي اشتراكية إما أراضي غير مسجلة أو إما أراضي مسجلة لكن عندها ورثة كثير، مجرد أنك تحاول استغلالها لا يمكن لأنك ماكش الملك الوحيد. واضح. وهنا الدولة لابد من منظومة قوانين جديدة للتحكم في الملكية بشكل أنه يضمن تواصل الضيعات واستغلالها. نعم. هناك أيضا مشكلة الأراضي الدولية، كيف ما عندنا قطاع ومؤسسات في قطاع الكهرباء استاج، عندنا في قطاع الماء، يلزم مؤسسة عمومية تهتم بالإدماج والمحافظة على الأراضي الدولية بشكل أنها تأجرها ولكن تضمن استمرارها لأنه هناك وزارة كاملة. يا أستاذ عادل هناك وزارة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يعني ما هو دورها بهذا المعنى؟ أملاك الدولة هي وزارة ما تتحكمش في استغلال الأراضي، هي تتحكم في الملكية، لكن الجزء الكبير من الأراضي الدولية هي خارج سيطرة وزارة أملاك الدولة، ما عندهاش سيطرة وفم
فما استغلال معناها اليوم فما استغلال فوضوي وناس ليس لها الحق واضح في الأراضي الدولية واضح. الناحية الثانية أنه اليوم الفلاحة ما تنجمش تبني فلاحة إذا كان ما تحكمش في الماء، ما تحكمش في الطاقة، ما تعصرش وسائل الاستغلال، ثم أنه نصمو سياسة للجودة. المتدخل اللي يحكي على الزيوت، لأن الزيوت اليوم تتباع في إيطاليا وإسبانيا اللي تعاود تبيعها بعلامات الجودة الإسبانية وعلامات الجودة الإيطالية. كذلك أنه الفلاحة نتاعنا ما تنجمش تمشي إلا بذراعين، من ناحية أنه يلزمنا قطاع منخرط في الاقتصاد الدولي في السوق موجه للمنافسة، لكن يلزمنا أيضا سياسة للفلاحة، الفلاحة الصغرى وذات الطابع العائلي والريفي اللي عندها دور مهم في حماية، في أولا حماية الأراضي والجهات الموجودة، ثم حماية الفئات اللي واضح. ما تنساش لك كذلك دكتور عادل، لا تنسى أنه احنا نتحدث على الفلاحة، لا نتحدث بس على الأرض، نتحدث حتى على البحر، يعني على الصيد البحري، وهناك مشاكل أخرى وصعوبات أخرى حتى داخل هذا القطاع، ربما نعود للحديث عنها في مرة أخرى لأن الوقت انتهى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل سالمي، الخبير في البيئة والمستشار السابق للرئيس منصف المرزوقي، شكرا جزيلا لك. أستاذ عادل، نفس السؤال الآن، حسب الوضع ما هي الحلول الممكنة المتاحة لإنقاذ هذا القطاع أساسا اللي هو كما قال عبد المجيد الزهر يسير نحو الهاوية؟ ما لم يعني تتشجع النخبة السياسية التونسية والأكاديمية التونسيين مثل الدكتور عادل السالم الذي تحدث بوضوح الآن عن القضايا الأساسية وهي قضايا قانونية وقضايا ملحة، وما لم يتجرأ السياسيون والنخبة السياسية على مصارحة الشعب التونسي بالمعوقات التي تحول دون تحرير قطاع الفلاحة ودون تشغيل الطاقات الشبابية فيه وإعادة الشباب والمتخرجين له. أنا الآن أدرك تماما التصريحات التي كان أطلقها رئيس حركة النهضة الشيخ الغنوشي بعد الثورة عندما سئل عن البطالة، قال بأنه هنالك قطاعات كبيرة لا نجد لها عمال، وأنه في أحيان الناس ربما يبحثون عن عمال أجانب يأتون من دول أخرى لكي يعملوا في القطاعات الفلاحية وربما حتى في القطاعات الصناعية وفي البناء، بينما الشباب التونسي يعمل في المقاهي وقيمة العمل. هذه كلها تتعلق بخطاب سياسي وخطاب ثقافي وفكري، وربما ليس فقط هو فقط لأنه ارتباطات تونس بصندوق النقد الدولي وبالجهات الأجنبية هذا جزء من الإشكالية، لكن الجزء الأساسي هو فشل وعجز النخبة السياسية والثقافية والفكرية في إعادة الاعتبار لقيمة العمل وأيضا لقيمة الفلاحة وأيضا لأهمية الفلاحة وإعادة الاعتبار لمعنى الثورة باعتبارها إعادة بناء من جديد. للأسف الشديد كما قلت لك إلى حد الآن لم ندرك تماما أن الثورة تستوجب أن يدفع الناس الثمن، وأن ثمن الثورة ربما قد يكون نقصا في الغذاء وقد يكون ربما بعض الأرق في 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 تحصيل قوة الرزق، لكنه أيضا هذا هو المستقبل الذي يجب أن يبدأ من النزع العواقب بأيدينا وليس بأيدي غيرنا. أستاذ عادل الحمدي مدير مكتب قوس بريس في لندن، شكرا لك على قبولك الدعوة، كما أشكر كل السادة والسادة الذين شاركوا معنا. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، موعدنا بحول الله يتجدد غدا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.